اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا فيه شويه بساطه وسهوله. معانا بتنجان هنعمله مشوي النهارده بالزبادي. بتنجان دايما اقامته متحدده مع بابا غنوج متبل بناكله مسقعه، ولكن لما نعمله مع سلطه الزبادي وطحينه اكيد هيكون الطعم مختلف. ولكن نشوي البتنجان ازاي ونتلاشى المراره اللي فيه هنشوف الكلام ده مع بعض بالتفاصيل. معايا كوسه حلوه من خير ارضنا، عايز اعمل يخنه الكوسه بالمفروم. الاكله دي مش تاخد وقت كبير في السوى ولكن قيمتها الغذائيه عاليه جدا. معانا لحمه مفرومه ومعانا كوسه لونها طبعا لطيف وجميله لسه طازه، هنشوف نعملها ازاي مع طماطم واللحم المفروم بتاعنا. معانا برغل. البرغل بتاعنا الجميل الحلو فيه اكله مشهوره في المطبخ الشامي او السوري اسمها برغل بتفين. ان احنا نعمله النهارده برغل بتفين بالجزر. اما برغل بتفين يتعمل باللحمه المفرومه يتعمل بالدجاج، بما ان اللحمه المفرومه مع الكوسه فحبيت اغير منه واعمله برغل بالجزر. هنشوف نعمله مع بعض ازاي، وفضلت الجزر عن اي نوع خضار تاني مع البرغل لان البرغل من البقوليات الجميله الحلوه اللي بتحتاج زي الفريك كده بتحتاج حاجه طريه معاها لما تستوي تطري معاها وتبقى لطيفه وجميله. مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه النهارده ممكن تكلفه قليله جدا ماديه، ولكن الفكر الطهوي والخبره العلمية فيها أكيد هتقدر دلوقتي، ونشوف إيه الأفكار البسيطة والسهلة. أو هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة. البتنجان متواجد في أي بيت نقدر نجيبه بسهولة. معانا بتنجان، معانا زبادي، معانا طحينة. تعالوا نعمل طبق بتنجان النهارده بالزبادي والطحينه، نشوف نعمله مع بعض ازاي. بتنجان معانا زي الفل. طبعا وانت خلي بالك وانت بتشتريه لازم تحط في الاعتبار لازم البتنجانيه تكون بتلمع كده ولطيفه زي ما انت شايفاها على الشاشه. معانا زبادي ومعانا طحينه، معانا معلقه فلفله حلوه، ومعانا فص ثوم محترم، زيت زيتون، بقدونس، شبت، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون. حلوه قوي. البتنجان هتقولي لي مسقعه، انا معاكي. بحبه مسقعه. ممكن نعمله مقلوبه، ممكن نعمله مقلوبه، ممكن نعمله بابا غنوج، نعمله بابا غنوج، نعمله متبل، نعمله متبل. بس المره دي مش عارف هيطلع معايا ايه. انا جاي على بالي اكل شويه بتنجان حلوين كده بالزبادي والطحينه. هو ده المطبخ حلو بدون مسميات، بتنجان بالزبادي والطحينه. اول حاجه هنشيل كده، بسم الله ما شاء الله، قلبك ابيض يا بتنجان. حلو، قطعه كده مكعبات، وانا مش بحب اقشره بصراحه، زي ما هو كده هاخده اقليه في الزيت. مش كده عايز اللحم بتاعه. قصه انك ترش ملح بقى على البتنجان وتنزله ميته الجو ده انا مش معاه خالص. هقول لك ليه دلوقتي. انا لما احط ملح على البتنجان واحطه في مصفى بينزل كميه كبيره من السوائل بتاعته. السوائل دي كلها هي الحديد، هي البوتاسيوم، هي المغنيسيوم، هي المعادن اللي بتتميز بها البتنجانيه، لان البتنجان غني بالاكسده. طالما هو غني بالاكسده تعرفوا انه فيه نسبه حديد ونسبه معادن كويسه. حلو الكلام، زيه زي التفاح بجد الشيف. اه والله العظيم البتنجان كمان احلى من التفاح. الالياف اللي في البتنجان مش موجوده في التفاح. اقعد مش بعظم فيه، هو يستاهل. رقم واحد في متناول الجميع، رقم اتنين قيمته الغذائيه عاليه جدا، تقدر تعمليه مليون حاجه. تعملي مكرونه بالبتنجان والطماطم من المطبخ الطلياني ارابياتا مشهوره، معاها شويه فلفل وبصل بقت ارابياتا بالبتنجان والخضار. يعني اكله المكرونه بالعربي اهي. شايف الجو ده كده؟ الاجانب الطلاينه بالذات يحبوا البتنجان ده في الاطباق بتاعتهم الاساسيه، مع اكله السبوك وعارفينها كلنا لازم البتنجان يتحط فيها تبقى لطيفة وجميلة مع المكرونة. ناخد البتنجان ده كده بالشكل ده كده، التقطيع الحلوة دي كده، نستغنى عن دول. لما أنا بقول غني بالأكسدة مخرجنا الجميل الله يوفقك، شفت البتنجانية أول ما بقطعها كده بيجي لها سواد زيها زي التفاح. تعرف الحاجة إن هي غنية بالأكسدة لما لونها يتغير بعد التقطيع من مكان تقطيع السكينة. فعلشان أتلاشى الموضوع ده في حاجتين. الحاجة الأولى لو أنا عايز أحتفظ بالبتنجان ده بلونه أبيض بحطه في محلول ملحي، شوية حامض، شوية عصير ليمون مع شوية ملح، يقعد معايا فترة كبيرة حسب ما أنا حابه. هناخد البتنجان نحمره في قلب الزيت كده.
بعد التحميره الحلوه دي يا عم الشيف يطلع يلاقي بقى الايه الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي. الخلطه دي عباره عن زبادي، طحينه، فص ثوم حلو طازه كده ني، عصره ليمون، زيت زيتون اهوت زي الفل في قلب الزيت، ونزود الزيت كمان عشان كلهم يستووا مع بعض. حلو قوي، يلا مع السلامه. تمام، على فكره هي مليانه، بمجرد ما هيستوي هتلاقيها هبط على طول، عامل زي السبانخ لما نحط كميه كبيره في الحله بمجرد ما تتعرض للنار بتلاقيها هبطت. اشيل البتنجان من هنا بقى عشان احنا دايما مش بنحب نشوف البتنجان بيبقى شكله ايه اسود. طيب تعالوا مع بعض نعمل الخلطه بتاعت البتنجان، اعملها ازاي؟ حلوه قوي، بجيب بوله حلوه كده واحط فيها الزبادي الحلو بتاعنا، زبادي دسم دسامه عاليه مفيش مشكله، دسامه قليله مفيش مشكله، دي بتاعتك. بحط على الزبادي ده شويه طحينه، مش كتير، حلو، فص التوم حلو طازه، شويه نعناع يابس. نعناع اليابس كلنا عارفين اللي هو النعناع الناشف، خاصة لو ليك حد جاي من مطروح. ليه مطروح يا شيف؟ لان انا بيجيلي النعناع الناشف منها طعم حكايه، احط عليه شويه منه على الشاي بياخدني في حته تانيه. ده نعناع يابس. البهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون، تبليها عادي، بابريكا، ملح وفلفل وكمون، كل ده على الزبادي والطحينه. نظبط الملح بتاعنا. شوف لي البتنجان في قلب الزيت عايم ازاي، احلى من الجمبري. عصره ليمونه، يلا بينا. زيت زيتون، يلا بينا. وخلط ده كله مع بعضه والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت. هزه، شفت هبط ازاي؟ هتقولي لي يا شيف مغاز الله يرضى عليك يا راجل يا طيب، احنا بنحبك، انا ما عنديش القلايه بتاعتك دي، انت راجل مقتدر وجايب قلايه، ليك حق تقولي كده يا امي. طاسه على النار فيها زيت، تعملي نفس التحميره دي، طاسه على النار فيها زيت، هو نفس الموضوع، وانت اشطر مني في القصه دي. زيت زيتون، ونقلب الخلطه اللطيفه دي كلها مع بعضيها. تاني اقول انا عملت ايه هنا، عشان كده لما انا بدات واقول هعمل بتنجان بالزبادي والطحينه قلت اعمله ازاي. هو بقى ده المطبخ، دخلت المطبخ جبت علبتين زبادي حطيت عليهم معلقتين طحينه، كل علبه زبادي بتاخد معلقه طحينه، حطيت فصين توم حلوين نيين يعني مش مستويين، بيتفرم بالمفرمه جامد او تكسرهم بالسكينه، حطيت عليهم نعناع يابس وشويه بابريكا وشويه كمون وشويه ملح، وقلبهم كلهم مع بعضيهم مع زيت زيتون وعصير ليمون. الطحينه هنا بتلعب دور كبير جدا، ايه هي؟ بتربط الزبادي. فكره عمل فته بالزبادي والطحينه لما نعملها بالدجاج. المطبخ الشامي، الاكله هنا زي الفل. منتظرين البتنجان يتحمر معانا، هيطلع من قلب الزيت ينزل على الخلطه اللطيفه دي وهو سخن. تفرق كتير بقى ان انا اسيب البتنجان يبرد وبعدين اضيف له الخلطه، وتفرق كتير لما انزل البتنجان وهو سخن مع الخلطه. ليه يا عم شيف؟ لان الخلطه دي فيها توم فيها طحينه، الحاجتين دولت لما بيتعرضوا للسخونه بيدوني ايه شخصيتهم. الطحينه بالذات لما تيجي تفكيها ميه سخنه او ميه دافيه بتديك الشخصيه بتاعتها، التوم لما ننزل عليه ميه سخنه بيديك الشخصيه بتاعتك. فده اللي انا بتكلم فيه، ان لازم ننزل بيه وهو سخن على الخلطه اللي انا عاملها، ما تنتظريش على البتنجان لما يبرد. طيب نخش على اللي بعده، معايا يخنه الكوسه بالمفروم او باللحمه المفرومه، نعملها ازاي؟ مقاديرها على الشاشه، معانا كوسه خضراء طازه زي الفل، معانا كمان طماطم عصير طماطم، ومعانا لحمه مفرومه. المقادير على الشاشه والصوره الحلوه تتحدث دائما عن نفسها. كوسه طازه حلوه قوي، وبنفس السكينه اللي قطعت بيها البتنجان وبنفس البلانشه اللي قطعت بيها البتنجان، كل القصه ان انا ايه
هيئة كده زي الفل. تعالوا نشوفوا ازاي مع بعض نعمل يخنة الكوسة باللحمة المفرومة. هل اللحمة المفرومة يا مغازي هتستوي ونعصرها، ولا الكوسة هتستوي وننزل عليها باللحمة؟ ايه رأيكم نشوف التفاصيل دي مع بعض؟ اول حاجة هعملها هاخد الكوسة زي ما هي كده اقطعها بالمكعبات دي، الحبات الكوسة على تلاتة اهي بالشكل ده كده زي الفل. تاني وانت معايا كده، ما بحبش الكوسة ما بحبش الكوسة تتقطع رفيع خالص عشان اللحم بتاعها، عشان شخصيتها. عايز كده وانا باكلها استطعمها امضخها، استطعم بطن الكوسة ولحم الكوسة وقلب الكوسة. شفت ازاي نقطعهم كده؟ على فكرة قلب الكوسة ده اخوانا الشوام شطار قوي جدا في عمايلها مع البرغل. برغل بقلب الكوسة، شعرية بقلب الكوسة. جربي الموضوع ده وقولي لي رأيك فيها. البتنجان ما تقلقش عليه. هناخد الكوسة نحطها تاني في الطبق مع بعض. حلو الكلام. ومعانا طاسة بتسخن على النار. الطاسة دي هحط فيها بصلاية مع زيت مع فص ثوم، ونشوف هنشتغل ازاي مع يخنة الكوسة بالمفروم. كله دلوقتي هيسأل يا شيف مغازي، هل هننزل باللحمة المفرومة الأول ولا هننزل بالكوسة الأول؟ احنا مع بعض اهوت. دي بتاعة الحلويات، خلينا مع دي. دي بصلاية. بسم الله، التحميرة الحلوة دي كده، فص ثوم الحلو، والبصلية بتتحمر بتوجع عيني. أعمل إيه؟ بحط عليها شوية بهارات حلوين، من الزعتر، من البابريكا، الحاجات اللطيفة دي بتريح عينينا من ريحة البصل. لما نشم ريحة التوابل أفضل لما نشم ريحة الإيه؟ البصل. أهو مجرد ما حطيت التوابل دي زي الفل. ما تقلقش على البتنجان، الحاجة الوحيدة اللي ما نخافش عليها في الزيت هو البتنجان، لأنه فيه سواد، فسواد على سواد هيدينا جمال. حلو الكلام. نقلب كده. الله، اتغيرت لون البصلة، ريحة البصلة كمان حاجة تانية. أشم ريحة التوابل ولا أشم ريحة البصلة مع التومة؟ أكيد ريحة التوابل أهي. مدرسة المغازل بتقول إيه؟ إضافة قليل من الزبدة وأنا بحمر البصلة أو في حالة تحمير البصلة، خلينا في اللغة العربية، بيساعد على إحمرارها سريعا. هو ده، شكرا. التقليبة دي زي الفل. تسلم إيدك يا عم الشيف. هنزل بالكوسة أدورها مع الخلطة دي، مش هنزل مع صوص الطماطم، لا هنزل بالكوسة، أنا عايز الكوسة تشرب من الخلطة دي. الله الله، يا بختك يا كوسة. هي الكوسة اللي عندك في التلاجة، هي الكوسة اللي عند الراجل الفكهاني، هي الكوسة اللي عند الراجل بتاع الخضار، ولكن أسلوب الطهي هو المختلف. المدرسة الطهوية هي المختلفة، الطريقة نفسها هي المختلفة. زي مدرسة، زي مسألة زمان كده لما كنا ناخدها في ستة ابتدائي أو في الإعدادي، يقول لك إيه المعطيات والمطلوب والبرهان وإيه المطلوب إثباته في الآخر. كل واحد مننا بيبرهن المسألة بطريقته، وفي الآخر يوصل للإيه؟ وهو المطلوب إثباته. آدي الكوسة، شربت التتبيلة، بسيبها على النار شوية في التتبيلة دي كده، ومعايا صوص طماطم بيغلى على النار، بنتهز فرصة النار معايا. طب اللحمة المفرومة ما عرفناش فين موقفها، نصبر على رزقنا شوية. عينيا، حاضر. نبص على البتنجان، مخرجنا الجميل، أنا عارف صعبان عليك البتنجان من ساعة ما حطيته في الزيت، ما ساعدتش. تخيل إنك حاطط شوية جمبري، هتروح وتيجي عليهم تبص عليهم، حاطط شوية سمك فيليه، هتروح وتبص عليهم، أما بتنجان يلا لو اتحرق هتجيب. لا ده أنا أزعل قوي على البتنجان على فكرة، البتنجان عندي أحلى من الجمبري. شوف البتنجان بالله عليك. بقى كريسب. لونه أسود؟ لا، أبيض. شوف البتنجان. هسيبه برضه في الزيت وهطلع الفاصل وهو في الزيت، عشان نرجع بعد الفاصل نشوف جمال البتنجان وهو بيتحمر. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. البتنجان يستاهل. ايه رايك في البتنجان يا عم شفيق؟ بص على البتنجان، العب. هو ده ايه اللي انت عملته ده يا شيف؟ اصبر على رزقك يا ست الكل.
الباذنجان هنا حلو في نظرك انا عارف. ها نعناع ده انا باخد الطعم، باخد الفليفر بتاعه، اسيبه كده هسه. تعالوا نشوف اخبار الكوسه ايه في قلب الزيت، ننزل عليها بالطماطم. يلا بينا يلا بينا. اهي في قلب الخلطه اهي. اهم حاجه ان الكوسه تكون شربت من التتبيله، البصله والتومه. يلا يلا العب. هو ده بس كفايه. عندي ماء مغلي، شوربه، بوكي جارنيه، سطفه الظروف عندك، شوربه فراخ في التلاجه، شوربه لحمه في التلاجه، كنت عامله فته حط منها شويه. طب ما عنديش حله على النار فيها ماء مغلي، فيها بوكي جارنيه. اوعى بوكي جارنيه يا عم الشيف، جزر، كرفس، بصل، شويه بهارات حلوين بايدك زي الفل. انا اغطي الحله دي واسيبها تتغطى على النار كده عشان ليا شغل تاني فيها. معايا لحمه مفرومه زي ما قلت لحضراتكم، المعطيات بتاعتي، وهو المطلوب اثباته في الاخر. هنشوف ايه دلوقتي. دي مجرد ما تغلي او على هي ما تغلي هكون انا تبلت اللحمه وهيئتها كاني عاملها كفته. الله عليك يا عم الشيف. اخبار البتنجان ايه؟ بص على البتنجان، يلا اطلع من الزيت يا غالي. هو ده هو براح. عيش معاه بقى، عيش معاه وجيب لي النعناع الاخضر وتفاصيل النعناع الاخضر في قلبي. حلو قوي. نغطي دي كده ونسيبها. لازم تغلي على النار. ناخد المفروم بتاعنا اللي هو تابع لليخنه بتاعتي، بجيب كسرولة زي دي كده واحط المفروم فيها. بحط على المفروم ده بصلايه ناعمه، فص ثوم حلو، شويه خضره بايدي، بقدونس، كزبره، شبت، فلفله حلوه، معجون طماطم. كل ده يا شيف اصبري على رزق. كل دول في قلبيها، معاهم يا عم الشيف معلقه دقيق. الله. انا عارف دلوقتي الشطار من المطبخ والفلاسفه من المطبخ هيقولك الشيف المغازي هيعمل ايه. طب حد يقول لي من الكنترول، الناس الحلوه اللي معاها في الكنترول اللي بتحب المطبخ، حد يقول لي هتعمل ايه يا عم الشيف؟ يخنه الكوسه بالمفرومه مع بعض. شفنا مقاديرها على الشاشه. الله. استاذ رحاب، البيضه دي مش في المقادير. انا عارف لسه هتقولي اكتبها في المقادير. معلش دي جت على بالي دلوقتي. هاخد الخلطه دي كلها مع بعض. انا بحب اطلع من بره النص كده. جت على بالي ازاي؟ حاجه هنشوفها دلوقتي مع بعض. اللحمه المفرومه اهيت، حطيت عليها الدقيق، حطيت عليها شويه البهارات، تومه، بصلايه، معلقه دقيق صغيره، شويه خضره حلوين، هنظبط الملح والفلفل، واستنى على الكوسه الحلوه دي لما تبقبق تبقبق كانها من المبكبكه يعني تغلي. واخد اللحمه دي كده كاني بعمل طعميه بقى. شوف طريقه عمل الطعميه، وانزل بيها في قلب الكوسه واغطيها. تقوم الكوسه يا عم الشيف تعمل ايه بقى؟ تستوي في المرق بتاع الكوسه، قصدي اللحمه تستوي في مرق الكوسه او في شوربه الكوسه. مرق دي بالخليجي معلش او بالشامي يعني، المرق يعني اللحم، مرق اللحم. شفت شويه البهارات بتاعنا؟ فلفل وملح. حلو؟ زي الفل كده. يعني انا مطعم الايه؟ الكوسه. فاللحمه هنا يلزمها ايه؟ ملح وفلفل. حته اللحمه طريه في ايدي ازاي؟ ملبن في ايدي. ايه اللي خلاها ملبن كده؟ البيضه والفلفله الحلوه ومعجون الطماطم. هسيبها زي ما هي كده، مش هاجي جنبها تاني خالص دلوقتي، احطها جنب هنا واسيبها لغايه لما ده بتغلي الكوسه. ما نبص عليها كده، شوف الشقاوه دي بالله عليك، شوف الحلاوه دي، نبص عليها.
يلا نعمل التركية دي مرة واحدة عشان نخلص منها، عشان اللي بيتابعونا دلوقتي استنى عليها بس تغلي، لازم انزل باللحمة وهي بتغلي. ناخد بعضينا دلوقتي وناخد البتنجان الحلو ده مع النعناع وننزل بهنا كده. الله، الخلطة بتاعتي هنا، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، أسد زيت المصورين حبايبي، لحظة الحسم قوية، زبادي، طحينة، نعناع يابس، ثوم طازة، عصير ليمون، زيت زيتون، بابريكا، شوية كمون، شوية ملح، شوية فلفل. وننزل بهم على البتنجان وهو سخن. اللهم صل على النبي. الاكله دي هي اللي في الموضوع، لا لحمه بقى ولا فراخ ولا حاجه، زي الفل. واقلبها واسيبها للغرف، جمعنا على السفره نغرفها. هتغرف بقى في طبق كده او في جاط، يعني في جرجير، في خس. شفت النعناع ده؟ بص النعناع ده، شفت النعناع ده؟ خاتها خاتها في حته تانيه يا شفيق. النعناع الناشف ده اللي اتحمر مع البتنجان خد البتنجان مع الخلطه في حته تانيه، بس لازم ينزل في الوقت ده، ما ينزلش من الاول خالص، خلي بالك، ينزل في المرحله الاخيره من تسويه البتنجان. اعمل البتنجان النهارده بالطريقه دي وقولي لي رايك فيه على السوشيال ميديا. هنروح من بعض فين؟ الصفحه الرسميه للقناه الاولى، كلامكم الطيب بيرفع من طاقتنا الايجابيه والروح المعنويه. صفحه اكله عم، صفحه اكله امي، وهكذا. على السوشيال ميديا. كلام الطيب بيخلينا نشتغل، الكلام اللي هو مش طيب يخلينا نقف عن الشغل. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ عندي الكوسه بتغلي، وعندي حته اللحمه الحلوه اللي انا فرحان بيها، اللي انا خدمت عليها كويس وحطيت في مقاديرها بيضه، وحطيت لها معلقه دقيق، وحطيت لها شويه توابل وفلفله حلوه ومعجون طماطم، كل ده مع بعضه. كل اللي انا هعمله يا عم الشيف، هعمل ايه؟ هاخد اللحمه دي اقطعها كده قطع صغيره كاني بعمل طعميه، وانا شغال. وانزل بيها مكان ما البكبكه شغاله. مخرجنا اهي، مخرجنا اهي اهي، ما انزلش واحده على الثانيه، وهز كده. عينيا، اوعى تجيب المعلقه هنا، هي هزه، هتختفي من قدام عيني. خلوني طبعا انزل باللحم في قلب الكوسه، عشان كده بقول لها يا بختك يا كوسه. بص الهزه دي مطلوبه. يخنت الكوسه بالمفروم على طريقه الشيف المغازي، لازم السوشيال ميديا تتكلم عليها، وحقوق الطبع لدينا وبس. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، بعد الفاصل نيجي نشوف البتنجان هنقدمه ازاي، يخنت الكوسه لاول مره هنقدمها ازاي. ما تنسوش معانا اكله هتستوي بسرعه، اللي هو البرغل اللي ممكن ناكله ني في قلب التبوله، هنعمله بالجزر، هنشوف نقدمه ازاي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للبتنجان بتاعنا في قلب السرفيز. طبعا حضراتكم عايزين نشوف هنقدمه ازاي، بيسألوني يتاكل بارد ولا سخن. والله عايز تاكل منه دلوقتي هو جاهز، تاكل منه بعد ساعة هو جاهز، ولكن أنا دايما بقول نلتزم بحاجة مهمة جدا. الشيف قال ننزل بالزبادي والطحينة على البتنجان وهو سخن. ليه هو سخن يا شيف؟ عشان ناخد شخصية الثوم وشخصية الطحينة. الله، ألف هنا وشفا للي ياكل. تمام، خلصنا من البتنجان، نيجي للغالية كوسة، حبيبة الجماهير كوسة. اخبار الكوسة بص عليها كده بقى، بص عليها، بص عليها وصلي على الحبيب. هو ده. الله، يلا اللحمة انت ونصيبك بقى، جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال يا حلوة.
شايف بعينك والله. دي اللحمه. عايز تشوف اللحمه كسرت ولا؟ طب بص على اللحمه والكوسه، بص عليها. كوسه ولحمه. حلف انا وشفها. يخنت الكوسه بالمفرومه. الكوسه بشخصيتها واللحمه بشخصيتها. انا سامع حد دلوقتي بيقول لي طب ما كان عملها داوود باشا وخلاص، لازمتها ايه الغلبه دي كلها؟ هي دي الفلاسفه. ده حاجه غير داوود باشا خالص، دي ملهاش علاقه بداوود باشا. داوود باشا لحم مفروم ياخد برغل، ده المدرسه الشامي يعني، بعد كده ياخد البهارات بتاعته، دبس الرمان، بهار حلو اللي هي الكبوبه الصيني عشان ياخد الطعم الشامي، وياخد البهارات بتاعته ملح وفلفل، ويتعمل كور، ويتحط في صينيه مع رشه من الزيت، ويخش الفرن، يطلع مستوي، يفك يا مفكش بقى دي بتاعتك، وبعد كده نسقطه في قلب صوص الطماطم، ياخد الغلوه، وبعدين نقدمه مع رز بشعريه. ده فكرة داوود باشا، دي مش داوود باشا. حلو الكلام؟ ننزل بصوص الطماطم ده كده على الكوسه بتاعتي. ركزي بس عشان انا هعمل تركايه دلوقتي مش على بالي خالص. عايزك تبقي شطوره زي كده وتعمليها زيي. انا عايز بقى الصوص بتاع الكوسه ده، بتاع اللحمه اللي واخد من طعم اللحمه واللي فيه شويه حب، عايزه انا. اقول لك هنعمل بيه ايه دلوقتي. برافو عليك شاطره. حلو. طاسه على النار شديده الحراره، بنحط فيها شويه زيت، اخدها هنا، ونحط في الزيت ده فص ثوم حلو، معانا مستر برغل، ويا ريت نجيب البرغل الخشن مش الناعم. البرغل ده بياخدش وقت كتير في السوى، عشان كده بناكله مع التبوله، بيتنقع في ميه ويتاكل مع التبوله. اكله لطيفه حلوه لكبار السن. فص الثوم الحلو، شوحت البرغل معاه. حد يسالني دلوقتي الشيف ليه حط الثوم والبرغل مع بعض؟ البرغل يا اخوانا من البقوليات اللي هو القمح الخشن او القمح الصلب، اللي بيتطحن بيطلع منه برغل ناعم وبرغل خشن، ما هوش فريك. الفريك ده اللي هو القمح الاخضر، عشان تبقوا عارفين الفريك اللي هو القمح الاخضر، اما البرغل غير، برغل قمح صلب ويطلع منه برغل خشن وبرغل ناعم. حلو الكلام؟ فبيتخزن ويتحط في اكياس ويتكتب عليه تاريخ صلاحيه، زيه زي الفريك، زيه زي السميت الناعم وهكذا. ان انا احمره مع زيت زيتون وتوم، شلت الشماخه بتاعه التخزين، خدته في حته تانيه. عرفت ليه بقى يا ست الكل؟ انا حطيت التومه مع البرغل، هو ده. واشوحه كده كاني بحمر شعريه، والمقادير على الشاشه. الجزر عندنا هنا ثلاث ارباع سوا عشان بنختصر الوقت بتاعنا. شفت البرغل؟ على النار مع زيت الزيتون مع التومه، واقلب كده. انا مش هحط هنا توابل كتير لان عندي افتكاسه كده. ايه الافتكاسه يا عم الشيف؟ الصوص اللي انا كنت عامل بيه الكوسه، صوص الطماطم الحلو اللي فيه الطعم وفيه البهارات وفيه كل حاجه، هستفيد بيه. طب انا ما عنديش، يبقى هنا لازم تتبليه تتبيله حلوه. شفت بقى اهو ده الصوص بتاعنا. الله عليك. دوري في الكتب كلها، دوري في المعاجم كلها، مش هتلاقي برغل بالطعم ده، لان مش هتصادف انك عامله يخنه الكوسه بالمفرومه. خلي بالك. ننزل بالجزر. جزر مفيد جدا، من فوائده فيتامين سي، اليافه، سكرياته. الله، والله شويه برغل يا شيف تاكل صوابعك وراهم. انا بعشى بقى السكريات اللي بتطلع شخصيتها كده مع برغل، زي البسله مع الجزر، يخنه باللحمه المفرومه او باللحم الضاني،
التقليبه دي حلوه، واسيبه على النار كده. كل اللي انا هعمله هحط مكعب من الزبده، برغل، فريك، يحبوا السمنه البلدي ويحبوا الزبده، فدايما تغذيهم بالحاجتين دول. هنسيبهم على النار، نجيب سيرفيس حلو عشان نغرف فيه الاكله بتاعتنا. وانا بغرف الاكل كده اشرح عملت ايه. وارد ان حد من حبايبنا جه متاخر، بدات بشوي بقلي البتنجان، تقطيعه ثم قليته، في الاخر حطيت نعناع بعد ما شلت عروقه. كنت مجهز الخلطه بتاعته عباره عن زبادي، عباره عن طحينه، 3 كوبايات من الزبادي مع 3 معالق من الطحينه، شويه البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل وبابريكا وشويه كمون. ليه حطيت كمون يا عم الشيف؟ عشان البتنجان له مشاكل مع الغازات ومع الكولون، فانا حطيت الكمون. ما فيش مشاكل مع الغازات ومفيش مشاكل مع الكولون، ما تحطيش الكمون. شويه بقدونس حلوين كده، لما بتشتغلي وانت فاهمه مطبخ، زي ما قالت الست ام كلثوم، قالت ايه؟ واثق الخطوات يمشي ملكا. بتبقى عارفه بتعملي ايه. حطيت البقدونس في الوقت المناسب، حطيت الزبده في الوقت المناسب. هاخد الطبق ده كده زي ما هو كده، عايز شريحه دجاج مشويه واكله معاها، حته ستيك مشويه واكله معاها، سمك مشوي واكله معاها. هو ده البرغل اللي انا عملته دلوقتي. نغرف الطبق ده كده زي الفل يا عم الشيف. تعالى يا حبيبي، يا حبيب والديك. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. الطبق ده بهديه كبار السن للاطفال، بس يا ريت تستخدمي الشوربه بتاعه اللحمه وشوربه الفراخ فيه. ما عندكيش لا ده ولا ده، ربنا كرمنا بالشوربه بتاعه الكوسه واللحمه المفرومه، شفناها مع بعض. خلي بالك ده مهم جدا، عشان البرغل ده زي الفريك، اي شوربه بنحطها فيه بيتبسط قوي، بيتكيف قوي. الاكله دي مش في المقرر، حقوق الطبع لدينا وبس. بهديها لحضراتكم وبهديها لكبار السن بالاخص، حبايبي اللي هم لولاهم ما كناش احنا على وش الدنيا. ربنا يطول لنا في عمرهم. نروق الكاونتر بتاعنا ونقول احنا عملنا ايه. عجبنا قوي اخره الكوسه باللحمه المفرومه، طلعت معايا ازاي؟ حبا. الف انا وشيف. وعجبني كمان الطبق البتنجان ده، عايز العيش بتاعنا ابو رده الجميل الحلو ده، بألف انا وشيفا. ممكن ناكله بودن قط عادي، نتعامل مع البتنجان عادي، يتاكل بالمعلاه والشوكه والسكينه عادي، زيه زي الجمبري، زي اي نوع من انواع اللحوم، مفيش اي مشكله. البتنجان ما نستهونش بيه يا اخوانا، البتنجان قيمته الغذائيه عاليه جدا، والالياف بتاعته قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ومفيد جدا، ومفيش منه مشاكل، لا مريض سكر ولا مريض ضغط. بس هنا نحدد طريقه تسويته، يعني اذا في عاملين دايت تشويه، عاملين ما عندناش مشكله هنقليه عادي خالص. يعني ممكن نعمله في المقلوبه، يبقى لا يشوي ولا يتقلي، يتحط في قلب الصينيه ويتحمر تحميره صغيره، ويتحط عليه اللحم والرز والدجاج، وتبقى مقلوبه حسب اللي الطريقه اللي احنا عايزينها، بمقادير او بمصاريف قليله جدا، او نقدر التكلفه الماليه قليله جدا. بس صدقوني بنبذل مجهود كبير جدا عشان نجيب نفس المقادير، نفس الماتيريال، نفس المكونات اللي تبقى معانا كل يوم. ده المجهود هنا بقى، نقدمه لحضراتكم بشكل تاني وبطعم تاني وبطريقة تانية. اللي دايما بقول تفاصيل صغيرة ولكن طعم جديد وشكل جديد. وعايز أقول لحضراتكم أهم حاجة إنك تخش المطبخ بحب. مفاتيح السعادة الزوجية هي المطبخ، لا هي غرفة النوم ولا هو الصالون ولا هو الأنتريه ولا هي الشقة ولا هو الأسانسير اللي أنا طالع فيه ولا أي حاجة خالص. المطبخ هو مفاتيح السعادة الزوجية لكل عروسة متجوزة، لكل ست بيت ربنا يطول لنا في عمرها، لكل أم بتزور حد بتقول لهم أنا جاي لكم النهاردة بقى يا أولاد أكلكم شوية محشي من إيدي. دخلتها حماتك لازم تخش الدخلة دي، واللي مش تبقى حماتك ماما لازم تخش عليكي برضو، أعمل لك جوز حمام النهاردة يا بنتي ما أكلتهمش قبل كده. هو المطبخ بيبدأ منه الإيه؟ السعادة الزوجية. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.